استاذ عاصي مساء الخير. استاذ عاصي مساء الخير. مساء الخير. من لك الف مبروك على الجائزه. شكرا الله يبارك فيك. استاذ عاصي موجود استاذ عاصي موجود هالليله مع هالعدد النجوم عم تتكرم، فكيف بتنظر لهالحفل؟ اكيد انه انا سعيد بتوقيت الحفل، لانه الحفل هو بوقت كنا عم نمرق بلبنان بازمات، وما زلنا نحن اليوم بمراحل دقيقه وصعبه، مراحل حساسه، بس رغم كل الصعوبات ورغم كل المراحل الحساسه اللي عم نمرق فيها بلبنان او بالمنطقه العربيه، لبنان عم بياكد للعالم بانه هو بلد الفن والثقافه، بلد التلاقي لكل الاشقاء العرب، وان شاء الله ايدنا بايد بعض نقدر نصنع ايام احلى ومستقبل افضل. وعرفنا كمان اعمالك حتكون في قصيده مغنيات تقريبا ان شاء الله. خبرنا عنه بنعلن عنها بوقتها.